مساء الخير، أحب أعرفكم بنفسي. أنا دافور، طالب كلية صيدلة، تخرج طبعاً، وصرت الآن موظف في شركة دوائية، وأنا جيك مرة ومهتم جداً في موضوع الأدوية والتفاهات حقتها، خلنا نسميها. بحثنا لليوم اللي بتكلم عنه اسمه الكوتد تابلتس، يعني بالعربي ما أدري شلون تترجم، لكن نقدر نقول إنه الأدوية ذات الغطاء. أوكي، علشان أقول لكم ليش اخترت البحث، خليني أقول لكم القصة اللي صارت. كم واحد فيكم هنا مصاب أو يعرف أحد مصاب بالربو؟ بس؟ طيب أوكي. مرض الربو طبعاً كلنا عارفينه، الضغط والأزمة اللي تصير لك في الليل واللي تصير لك في النهار، وبخاخ الفنتولين اللي دائماً معاك وناخذ حبوب عشانها. في مرض ثاني من الربو حاب أثقفكم فيه، اللي هو اسمه مرض الأزمة الليلية الربوية. الديزيز هذا اللي يجي يأثر دائماً في فترة المساء وانت نايم. ليش؟ لسبب بسيط. القصة اللي صارت مع زميلنا أنه هو تعرض للأزمة هذه، الأزمة الليلية، كان يأخذ أدوية الربو طبيعي، محافظ على أدويته، محافظ على جرعته وكل شيء، لكن وقت النوم لما يأخذ أدويته وينام جرعة الدواء تنتهي جوا جسمه، فبالتالي يصحى مفعول الدواء انتهى، تبدأ تجي الأزمة الليلية، يقوم الصباح ما هو قادر يتنفس، يضطر أنه يروح للإسعاف، يضطر أنه يأخذ أكسجين، ومتاهة ما ودنا أننا نتكلم فيها كثير. من هالناحية الباحثين في مجال الصيدلة سووا تكنيك اسمه الكوتد تابلت، هو موجود من زمان وطبقوه طبعا في مرض الأزمة الربوية. وش مفهوم الكوتد تابلت؟ أنا عندي حبة عادية زي البنادول زي أي دواء ثاني، حطوا عليه كوت معين أو غطاء معين، مادة معينة تغطي التابلت هذا بحيث أني لما أخذها ما تتحلل مباشرة، بالتالي بعد فترة زمن ساعة ولا ساعتين جوا الجسم تبدأ تتفكك، يصير التابلت أو الحبة معرضة لكل إنزيمات المعدة والأمعاء، تبدأ تتفكك وتطلع. طبعاً أنا ما عندي برزنتيشن ولا عندي ريموت كنترول الأشياء الجميلة هذه، فراح أحاول أشرح لكم إياها بطريقة ثانية ما هي مملة. خلنا نجيب عدتي. من فيكم يعرف هذه وهذه تستخدم ليش؟ اللي ضحك واضح إنه وضع سليم. طيب، لنفرض إنه الشيء هذا هي معدة الإنسان وأمعاءه، تخيلوا معي، ولنفرض خل هذه هنا إنه المنديل هذا هو عبارة عن الحبة اللي حنا ناخذها عشان مرض الربو أو لأي مرض آخر. تخيلوها حبة يا جماعة. طبعاً هنحتاج الحبة لما تدخل جوا الجسم وتوصل للمعدة في إنزيمات تطلع، الإنزيمات هذه هي اللي تساعد إنه تتكسر الحبة وتطلع المادة الفعالة. فلنفرض إنه الإنزيمات هي الولاعة هذه. في عندكم طفايات حريق هنا أهم شيء؟ لوي ما في طفايات؟ في مطافي؟ طيب مرة؟ طيب كويس. طيب هذه الحين الحبة وهذه الإنزيمات وهذه المعدة. الآن الإنزيمات لما تيجي للحبة، الحبة تبدأ تتكسر، لنفرض أنها مثل عملية الاحتراق هذه، تبدأ تتكسر تتفكك، المادة الفعالة اللي موجودة فيها تبدأ تطلع بحيث أنه الجسم بعدين يبدأ يمتصها. هذا مفهوم الحبة الطبيعي. وش مفهوم الكوتد تابلت؟ أنا توهقت بهذه عي تطفى. طيب خلها تولع. الكوتد تابلت هي هالقصديرة هذه مثلا، هذا الكوت أو المادة الجيلاتينية اللي حنا حنستخدمها علشان نغطي فيها الحبة. طبعاً ما حد فيكم أكيد أو كلكم تقريباً يمكن تسألون غطاء الإيش؟ إحنا عشان نقدر نطيل جرعة المادة بحيث إنه فترة النوم تقدر تستمر الجرعة وأصحى والجرعة لسه موجودة في جسمي، أنا أحط غطاء معين بحيث إنه ما تتكسر في إنزيمات الأمعاء أو المعدة، بحيث إنه لما توصل للأمعاء بعد 3 ساعات من الهضم تبدأ تتكسر ومن هناك يبدأ يمتص الدواء، فأنا أعطي لنفسي جرعة إضافية خلال فترة النوم إني أصحى والدواء لسه موجود. هذا هو الكوت اللي حنستخدمه، وهذه هي نفس الحبة. الحبة غطيناها بالكوت، بلعها الرجال وبدت إنزيمات الأمعاء أو المعدة تأثر فيها، الولاعة خربت. يا ساتر. الكوت لسه ما أثر. طبعاً إحنا مع مدة طويلة وحنا حاطين النار على القصدير اللي هو الكوت أو الإنزيمات على الكوت نفسه، راح يبدأ يتفكك في الأمعاء، تطلع جرعة الدواء، عطتني امتياز إنه أنا نايم جرعة الدواء راح تكون موجودة عندي بعد ما أصحى، بحيث إنه ما تجيني الأزمة الربوية أو في حالة الكوت التابلت في أي مرض آخر يحتاج إني أطول الجرعة. هذا الموضوع بكل بساطة، إن شاء الله إنكم تكونوا استوعبتوه وفهمتوه.